تقريبا هيك القائمة خلصت الآن. هذه القائمة مطلوب إني أفرغها في قوائم، عشان كده كل اللي بعمله أنا هذه القوائم تبعتي بالشكل تبع الفازبي زي ما الفازبي حط لنا إياهم. طبعا هذا التغير على Owners Equity، طبعا هنا مجرد بس هذا ربط لو أخذتوا بالكم بجيبه من هان. هاي هذا الرقم بجيبه، طبعا بس بجيب من إشارة لأنه هذا زي ما أنتم عارفين في الإنكم ستيتمنت إحنا بنبطل نستخدم نظام الدائن سالب والمدين، لا هذا بيصير عند الدائن هو اللي هو بدون إشارة، والسالب اللي هي المصروفات والتكاليف هذه بتكون سالب. عشان كده قلبنا شوية الإشارات لأن هيك عادة بيكون بالقوائم المالية. طبعا لو عملنا كده واستبعدنا النون كنترولينج هذا نفس الكلام اللي فوق بس مع مراعاة شكل الإشارة. هنا هذا طبعا حساب دخل، عشان كده ده بيكون حساب دائن، دائن موجب في القوائم المالية هي فينو. وهذا الجزء اللي احنا بدنا نستبعده لانه هذا مش كله النا، هذا للشركتين مع بعض، هذول مش النا، يبقى هذول اللي بخصونا هذه اسمها يعني 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 نت انكم ريليتد او اتريبيوتابل للكنترولنج انترست. بعد كده نشوف التغير على القوائم على الاونرز ايكويتي. طبعا هذا الريتيند ايرنينجز لو اخذتوا بالكم، هذا البيجننج اللي هم بدوا في القوائم الماليه اللي اعطاني اياهم فوق لو اخذتوا بالكم. طبعا انا ماخذ كلمه ابسس تاخدوا بالكم عشان استبعد الاشاره السالبه الابسوليوت فاليو. انا ماخذ كلمه ابس يعني استبعد الاشاره السالبه، ما بديش اياها الاشاره السالبه هنا لانه هذه ايرادات خلاص بتعامل معها قوائم ماليه. طبعا هذول الثلاثه موجودين فوق لو اخذتوا بالكم، اللي هي لاحظوا الريتيند ايرنينجز مع الكومن ستوك مع النون كنترولينج هو 207. 207 موجوده عندنا حسبناها فوق اذا بتتذكروا الى حسبه كانت المحاضرات اللي فاتت هاي. هاي 207 واظن في حسبه ثانيه تفصيليه هيها شايفين. على كل الاحوال احنا تجميعنا البيانات هذا النت انكم ريتيند ايرنينجز يعني بنضيف عليه beginning retained earnings، بنضيف عليه 400 تعاون السنة اللي هو النت انكم خاص بال 21، وطبعا بنضيف على النان كنترول لأنه بهمنا في الآخر نبين قديش حصة. طبعا هذا الرقم برضه حسبناه قبل هيك وظهر في الكونسوليديشنز إذا بتكون في الكونسوليديشن ستيتمنت زيه. نحط العلوم ثاني كمان إن شاء الله. فهو هذا بيعطيني 16 طبعا اللي خاص بالنون كنترولينج. طبعا الليس ديفيدنس اللي هي التوزيعات اللي هي ال 60 مع ال 10 كل واحد على حسب حسته. فبيعطينا المليون و200 الف اللي تو شفتوهم، هذول الكمون ما تغيروش خلال السنه. وبنرجع بعد كده بنربط الميزانيه، بناخذ بيانات الميزانيه من هنا، كله شغلنا على العمود الاخير بس. كل شغلنا على العمود الاخير. لو اخذتوا بالكم لازم هذا الرقم طبعا يكون مجموع الاسيتس زي ما انتم عارفين. مجموع الاسيتس هنا ايوه. وايضا هذا لازم يتساوى مع مجموع الاسيتس اللي هو عباره عن اللايبيليتيز والايكويتي. لاحظوا النون كنترولينج ظهرت هنا، شايفينها كيف ظهرت في القوائم. هذه جبناها من وين؟ من القائمه اللي فاتت هذه. شايفينها هذه ريتيند ايرنينجز مع كامون مع نون كنترول. هاي الكامون وهي نون كنترولينج وهي ريتيند ايرنينجز بتاعتنا. طبعا لونج تيرم هذا فيه لها طبعا عمليات موجوده في الورك شيت، شايفين اللونج تيرم هاي هذا الرقم بس مربوط مع بعضه. يعني لو عملنا كده هنشوفه مربوط هنا شايفين. أعتقد بهيك بيكون يعني سؤالنا إن شاء الله يعني واضح. بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ودرسوه كويس. السؤال هذا مهم وشامل بيغطي أغلب النواحي اللي ممكن نتعرض لها عند عمل consolidation لشركة أم وشركة تابعة.